مساء الخير جميعا، أنا خالد ليون، استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي. النهاردة عايز أحكي معاكم عن نقطة مهمة قوي أو حاجة مهمة قوي بتواجهنا كلنا في مصر بالذات، مع الحياة اللي رتمها سريع جدا ومع الضغوط اللي علينا الكتيرة ونوعية الأكل الفاست فود وقلة الحركة وقلة المشي اللي مش موجود معانا في البرنامج اليومي بتاعنا، عن أهمية إن الواحد يحاول يحافظ على صحته في وقت فيه احتياج إن احنا نركز قوي إن احنا ناخد بالنا من صحتنا. عايز أكلمك عن ثلاث حاجات مهمة قوي: الضغط المرتفع، السكر المرتفع، والكوليسترول العالي. التلاتة دول مع بعض تلات حاجات بيؤدوا إلى تصلب الشرايين وبيؤدوا إلى إصابة الشرايين بالذبحة الصدرية وجلطة القلب، والحاجات دي إحنا نقدر نتفاداها من بدري لو غيرنا شوية حاجات بسيطة وحطناها في السيستم بتاع حياتنا. واحد، إحنا محتاجين إن إحنا نمشي نص ساعة كل يوم، ودي ببساطة تبتدي step by step، إن أنا ممكن أركن العربية بعيد وابتدي أتمشى شوية بصورة بسيطة قوي. أفكار عملية إني بلاش أطلع بالأسانسور، اطلع على رجليك. لو تعودت إني أعمل كده on regular basis أنا بحسن كمان الأداء بتاعي والphysical fitness، اللياقة البدنية بتاعتي وأنا بتحرك في اليوم العادي لغاية لما يبقى نص ساعة في اليوم. الحاجة التانية نوعية الأكل اللي بأكلها، بقدر الإمكان بنحاول نبتعد عن الحاجات الحيوانية ونختار الحاجات اللي خارجة من الأرض. كل ما يخرج من الأرض مفيد جداً لصحتنا، as much as we can بناكل الحاجات دي لأنها قليل قوي فيها الدهون المشبعة وبالتالي بتحسن جداً شراييننا على المدى الطويل. نمرة ثلاثة، السكر. على قد إمكاننا إحنا بنحاول إن إحنا نقلل السكريات الدايركت اللي هي معلقة السكر، بدل ما أحط 3 معالق في السكر ممكن أحط نص معلقة، وأعود نفسي إنه بالتدريج أقلل السكر اللي أنا باخده في الأكل. الثلاث حاجات دول حاجات بسيطة لو ابتدينا نعملها، نمشي كل يوم، نقلل السكريات، نقلل الدهون اللي بنعملها كل يوم، ده ممكن يساعدنا جدا إن إحنا نعيش حياة أفضل. بتمنى ليكم إنه ربنا يديكم كل صحة وعافية.